أمي؟ أمي ليش تأخرتي؟ انشغل بالي عليكي. كنت عم بتمشى شوي. شو حكيتي مع نعمة خانم؟ حكيت معها، قلت لها كل اللي قلتيه. أي وشو قالت؟ ما رضيت طبعا مثل عادتها، عصبت علي وعيطت وهددتني كل الوقت. مو طالع شي بإيدها يا روحي، بس إذا أصرت بتحكي مع عمران بالموضوع لنشوف شو بده يحكي. يلا بنتي تصبحي على خير. وأنتي من أهلك. عمران، اشتقت لصوتك حبيبتي. حبيبي حتى لو كنت بعيدة عنك أنا معك على طول، ومراد كمان معك. حكيت مع بابا، قال لي روحوا اكتبوا كتابكم. رفيف انت لازم تكوني هون جنبي. نكتب كتابنا؟ ايه. عمران بعرف انك بتحبني وبعرف اللي بقلبك، بس خلينا نستنى شوي. أنا بستناك. أنا بدونك ما رح أرتاح أبداً، بدي تكوني جنبي. طيب مثل ما بدك، وأنا ما بدي بعد عنك يا روحي. أنا بس اعتراضي لأنه الوقت مو مناسب. أنا بدبر كل شي، لا تخافي. ماشي حبيبي، تمام. مراد يا روحي، انت يا ملاكي الحلو. شايف ابوك ما تركك، بابا ما رح يتخلى عنا ابدا، بده يانا نكون معه. ما تركنا لحالنا، لو شو ما صار ما رح يتركنا ابدا. اوه، عن قريب رح أحملك بين إيدي ورح أشوف وجهك كمان، ورح شم ريحتك، ورح نكون مبسوطين فيك. أنت اللي رح تداوي جراح الكل. لازمني سجل اتصالات كرم، خبروا الشرطة بهذا الشيء وجيبوا لي القائمة. أمرك عمران بيك. صباح الخير عمران، شو صار معك؟ هات. اليوم لقيت شيء ورحت على المديرية. شو لقيت؟ امبارح لوش الصبح وعم دقق بالفيديوهات واحد واحد، في نقطة حمراء عم بتدور على الهدف، بس الهدف ما كان كرم. بالله شو؟ مين لكان؟ كان أنا. تعال شوف. شايف؟ النقطة الحمراء علي أنا، وهلأ صارت على رفيف. وكرم لما انتبه لهالشي رمى حاله، وبعدين بتوقع على مصيبة. بس هالخبر ما منيح، انت المستهدف ويمكن هلأ يحاول يقتلك. ما بعرف جلال، يمكن ايه ويمكن لا، بس المفروض انه حل هاللغز. شوف كرم كتير قلقان وكتير عم بيطلع حواليه، حاسس انه في شي. معقول كان بيعرف؟ ما بعرف، وما رح نعرف لحتى نحل القصة. يمكن الأخبار اللي انتشرت بالجرايد يكون لها علاقة. مسعود، بدي أحكي مع الصحفي اللي كتب المقال عني واليوم. تمام. جلال، خلي هدول عندك، أنا رح آخذ رفيف وأنت بتهتم بكل شيء، ممكن؟ لا تاكل هم، قوم أنت. يسلم. أنا بحياتي ما شفت وحدة نحس مثل هالبنت، لك بجيتها لهون دمرت كل العيلة. البنت ما لها ذنب، المذنب الوحيد هو عمران. يعني كرمال حبه قلب الدنيا فوقاني تحتاني، وهو السبب بموت كرم، ضايقه وأخذ منه حبيبته. وقال شو بيعتبر كرم ابنه؟ في حدا بيعمل هيك عملة بابنه يا؟ راح بعز شبابه طول العرس مقهور وهو عم يطلع على حبيبته. كفي! خلصنا، اسكتوا بقى. نحن قلبنا رح يطلع من مكانه ومن حزننا عليه، وانتوا ليكوا شو عم تحكوا؟ لك عبس، والله عبس. لهلا ما بتسمحي لحدا يحكي على عمران. امي انا شو حكيت هلا؟ اللي عم قوله مزبوط. يا رب. نعمة خانم، قولي للصبايا يجهزوا لنا اليوم سفرة محترمة على الغدا. بدي الكل يكون موجود، رح نجمع كل العيلة على الغدا. خير زياد بيك، يعني جايينا حدا من البلد ليعزونا شي؟ لا، ما رح يجينا حدا. بدي الكل يجتمع على الغدا اليوم ومن دون اعتذارات. ليش بدنا نتغدى سوا بابا؟ بشو رح تخبرنا؟ لوقتها تعرفوا شو بدي احكي للكل. لازمني زلمة بشغلة صعبة. بدك يقتل؟ ايه مزبوط، بس بدي اياه يكون قوي، بدي يخلص شغله وما يفتح تمه بشي. طيب ماشي، بس قل لي انت مين رح تقتل؟ لا تتطلع، بس حك تقول لي الاغا. اسمعني منيح، انت اعمل اللي بقول لك عليه ولا تتدخل بشغلي. المصاري عندي هون، واللي بيخلصوا لي شغلي وقتها انا ما رح اقصر معهم ابدا، فهمت؟ يلا لشوف، أنا ناطر منك أخبار. أوف أوف. استحملي رفيف، استحملي، ما ضل شي. بس اطلع رح أجي لعندك دغري، وأنا رح أجيب كاتب العدل معي. السلطة اعمليها ناعمة غصون. أسيل، لا تحطي كل هالملح بنتي، الضغط عند زياد بيك مرتفع كتير، بلا ما يوقع بين إيدينا كرمال الله. والله هالجمعة ما كان ناقصها غير كرم، الله يرحمه بعد ما توفى تفرقنا، وعمي زياد عم بيحاول يجمعنا سوا. إيه والله برافو عليه، وهيك كمان مريم بتغير شكل. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. اليوم في غدا عائلي، تعالي أنت كمان. صح اتطلقتوا بس أنت حامل بابننا ولساتك من العيلة. يا الله صبرني. يسلموا، شكرا. مريم مو بأوضتها، شفتوها شي؟ أنا تركتها بغرفتها، يمكن تكون بالجنينة. رح دور عليها. أهلين، نورتوا. شكراً بوجودك. شرفوا. أهلين ناظرين. أهلين بحضرتك. لا تأخذوني، ما كنت حابب نتزوج هيك، بس هذا اللي صار. أصلاً يا ابني هيك أنسب شي بتعملوه. لا تضايق حالك. إذا جاهزين منبلش. عمران بيك جاهزين؟ تفضل. تفضلوا إذا سمحتوا. رح نبلش بعقد القران. نحن اليوم مجتمعين لحتى نعقد قران الخطيبين بعد ما تقدموا بطلب رسمي لمجلس بلديتنا، ونحن بالبلدية دققنا بالطلب اللي تقدمتوا فيه لحتى تتزوجوا، وما لقينا أي مانع بيمنع زواجكم. وهلأ رح أسألكم كمان مرة بحضور الشهود والموجودين. الآنسة رفيف دوغان، هل تقبلين الزواج من السيد عمران يوروقان وأنت بكامل قواك العقلية وإرادتك الحرة؟ بقبل. شكراً لحضرتك. الأستاذ عمران يوروقان، هل تقبل بالآنسة رفيف دوغان زوجة لك وأنت بكامل قواك العقلية وبمحض إرادتك الحرة؟ بقبل. شكراً لك. وحضراتكم بتشهدوا على قران الخطيبين؟ نشهد. نشهد. شكراً لكم. وقعوا هون لو سمحتوا. عمران بيك. وتوقيع الشهود على العقد كمان. وأنا بالسلطة الممنوحة إلي من رئيس مجلس بلديتنا بعلنكم زوج وزوجة وبتمنى لكم السعادة. طبعاً دفتر العيلة كالعادة بسلمه للمدام. وألف مبروك. كرم كرم كرم، ليش تركتني ورحت يا ابني؟ أنا كيف بدي أتحمل غيابك عني؟ يا ريتك أخذتني معك كرام. شكراً لك. الله يهنيكم. ألف مبروك يا مدام. شكراً. رح كون جنبك على طول كل الحياة، ومهما صار أنا رح ضل عم حبك وما رح أتخلى عنك أبداً. ماشي؟ وأنا كمان مستحيل أتخلى عنك عمران. حبيبي يا عمري، مريم لا تعملي هيك يا روحي. بنتي لا تعملي هيك يا روحي، بكفي يا قلبي. والله ما عم استحمل شوفك عم تتعذبي هيك. خلص كرم ما راح يرجع لعنا، بكفي يا بنتي يا روحي انتي. يلا قومي خلينا نرجع يا عمري. يلا انا بدي ابني، بدي احضنه. لو اخذني معه كنت حضنته هلا. كله بسبب رفيف، كله من تحت راسه. ابني اتقوص من وراها. يا عمري انت، والله لا خليها تتعذب مثلي، والله لا خلي قلبها ينحرق مثل قلبي. وقتها يمكن النار اللي جواتي تنطفى شوي. مريم اسمعيني، مريم حبيبتي، البكي ما رح يفيدك بشي. يلا قومي وخليكي قوية، الكل رح ياخدوا عقابهم بعدين، بس انتي وقفي على رجليكي بالأول. يلا يا عمري، يلا يا بنتي قومي، يلا رح تتعذب ديما، وما رح يروح دم ابني هيك هدر أبدا. يلا تعالي، يلا ابشي، يلا يا روح ابنك يا بنتي، يا قلبي يلا اركضي. ما قلت لكم اكل الزيت لا تحطوه بالنص؟ الكباب حطوه بالنص. بس نعمة خانم هيك طلبت، والا بتبهدلنا بعدين. ما لها خلق لا تشوف ترتيب ولا غيره، اللي فيها مكفية. وانتي لا تجاوبيني، اعملي اللي بقلك عليه. يعقوب تعا دقيقة. مرحبا. يا حرام، مريم اليوم راحت على المقبرة من دون ما تخبر حدا. يا عمري شو عم تتعذب، كيف رح يخف وجعها؟ ليكي كيف عمران هو كان السبب بموته، ومو سائل بنوب، واحد غيره بيوقف معها وبدير باله عليها، هو لا ولا همه. ليش لهلا ما حدا نزل؟ هلا بينزلوا عمي. يلا اطلعي لعند مريم ونزليها يا بنتي. البنت حالتها بالويل بابا، المسكينة من دون ما تقول. مريم طلعت لتغير جو مع امي وديما، وهلا بتجي. منيح منيح، لا يتركوها لحالها، بس تجي دغري خبروني. لك انت ليش سكتتيني؟ خليه يعرف قديش بنته عم تتعذب على ابنها اللي راح. مشان يموت؟ الزلمه واقف على رجليه بالزور، واذا صار شي لابوك قبل ما يعرف عمران على حقيقته ما رح نستفاد. لشو بدك توصلي؟ شو اللي عم يدور براسك انت؟ يعقوب قديشك طيب، نحن بحاجه ابوك كثير، ولازم نحطه على كفوف الراحه ونراقب له ضغطه والسكري، لازم ندير بالنا على صحته. ايه صح، لكن يعقوب نحن مو بدنا نقطع كرت لعمران. ايه لازم عمران ينزل من عيون أبوك ليزته برات البيت، وإذا صار شي لأبوك لا سمح الله قبل ما يجي هداك اليوم، لا أمك ولا عمران رح يسلموك ليرة، وإنت ما رح تحلم تعتب باب الشركة. ومشان هيك نحن بحاجته، الله يعطيه الصحة. فهمت زوجي الحبيب؟ أهلين، نورتي بيتك يا بنتي. منور بوجودك. إن شاء الله هالزواج يكون مبارك ووش خير على عائلتنا يا بنتي، وتكون أيامنا كلها فرح بعد هلأ يا رفيف. إن شاء الله بابا، إن شاء الله. بنتي لا توطي راسك أبداً، أنت هلأ صرتي منا ومكانتك من مكانة ولادي، وعمران أعطاكي اسم العيلة وأعطاكي قلبه كمان، واعتباراً من هي اللحظة بس تحسي حالك متضايقة من أي شيء اتأكدي إني رح كون سند إلك. شكراً زياد بك، وكون متأكد بحياتي ما رح زعل لا حضرتك ولا عمران. يلا لشوف، تفضلي. لك شو سبب كل هالتحضيرات؟ والله شي بملل، من الصبح ناطر وقاعد على هالطاولة رح طق. بابا شو الموضوع؟ اقعدوا لاشوف يا اولاد. من اليوم ورايح هون محلك. أنا كنت بدي أحكي لما كل العيلة تجتمع، بس ما رح نضطركن أكتر من هيك. ابني عمران وبنتي رفيف تزوجوا. شو؟ وهذا الغداء عملناه لحتى نرحب ببنتي رفيف بين أهلها وعيلتها. أنت شو عم تقول بابا؟ هالمجرمة شو عم تعمل هون بالبيت؟ فهموني شو عم تعمل عنا؟ هي من وراها انقتل ابني، كله بسببها. لك هالمنحوسة كانت السبب بموت ابني. انت كيف تتزوجها عمران؟ اختي بنتي رفيف شو لها ذنب؟ قبل ما نعرف مين اللي عمل هالعملة وليش قتل، وما بيصير نتهم حدا ابدا. انت شو عم تقول بابا؟ انا ابني من وراها مات وصار تحت التراب، لك انت كيف بتسمح بهالمسخره؟ كيف؟ عمران طالع هالمجرمه من هالبيت. بنتي لا تعملي هيك، بترجاكي يا قلبي. رفيف بتكون كنت هالبيت، ومن اليوم ورايح هذا بيتها وإلها حق فيه، وهي بتكون امه لحفيدي، وكلكم بدكم تعاملوها منيح وتتقبلوها. بنتنا رفيف ما رح تروح لأي مكان، مفهوم؟ لا رح تمشي بابا، أنا ما رح أعيش معها تحت سقف واحد، وما عاد بدي أشوفها بنوم. نعمت بنتي امشي على غرفتك، يلا اتركيني. الله ينتقم منك ويحرق قلبك رفيف، أنا ما رح أسكت لك على اللي عملتيه، رح أقلب حياتك لجهنم. أختي بكفي بكفي. مريم يلا تعالي. هذا هو زلمتنا. يسلم هالايدين، اجت بوقتها والله. يسلم. صحتين وهنا اخي. بنتي ابوكي قال لهم يتجوزوا هلا، وعمران كتب كتابه عليها. روقي بقى يا روحي، الله يوفقك. اهدي. ما بدي اشوف وش هالبنت، ما بدي اشوفها، والا يا بموت حالي او بموتها. استغفر الله، الله لا يقدر شو هالحكي. يا عمري تعبتي اليوم، يلا تعي وارتاحي، وانا رح اجيب لك الدواء. يعني رح تبقى امي؟ ما رح تقلعيها من هون؟ انت حفيدك قتلوه قتلوه، لكيف مالك عملتي له قيمه؟ لك عذابي ما له اي اهميه عندكم، الله يلعنكم وياخذ خلى عنده. لا تبكي يا عمري، أنا هون جنبك. بعرف يا روحي. أنت منيحة؟ مراد كبير، وقت عم يرفسني عم بيوجعني كتير. يا عمري أنت لا تزعلوا، اصبروا شوي. أنا بعرف هالموضوع مو سهل أبداً وكتير رح يضايقكم. مريم وضعها حساس هلا وبكره بتروق. أنا مالي متضايقة منها، بالعكس محروق قلبي عليها. هي ما بتستاهل كل هالعذاب. مع الوقت رح تفهم إنه أنت مالك ذنب، ووقتها كل شي رح يرجع مثل ما كان. وبركي ما تحسن شي. كله بيتحسن. نعم جلال. وصل سجل المكالمات تبع كرم. ماشي، أنا جاي. ماشي. أنا لازم أمشي، ما رح أتأخر. أكيد منيحة؟ مو عاجبني وضعك، وشك مخطوف لونه. إذا بتحبي ما بروح، جلال بيجي. شو قلتي؟ أنا منيحة، روح حبيبي. طيب. أختي كيفها؟ كيف رح تكون ابني؟ تعبانة كتير. أمي ورفيف مالها منيحة، مقهورة كتير. لا تتركوا ولا حالة، اعملي معروف. معقول نتركها يا روحي؟ أنا هلأ رح روح شوفها وأسألها إذا لازمها أي شي. يسلم. شو شفتي عمايلك هلا؟ بنتي مريم كانت رح تجن على شوي. نعمة خانم ليكي أنا قلت لكم امشوا وما قبلتي. من اليوم ورايح أنت السبب بكل اللي رح يصير. أنا عملت كل اللي علي. طالما أنت إجيتي وسكنتي بهذا البيت ممنوع تطلعي من هي الغرفة، عم تفهمي؟ بنتي ما بدها تشوفك ولا حتى تلمحك. لا تحرقي قلبها أكثر وتوجعيها، وإلا حسابك عندي رح يكون عسير كتير. قولي لي شو في ديما؟ شو اللي مضايقك؟ شو بده يكون؟ عمران ورفيف تزوجوا. نحن مفكرين انه ما رح يتزوجوا، وعمران راح يتزوجها وجابها كمان على بيت اهله. انت اكيد عم تمزحي. لك كيف تزوجوا؟ تزوجوا امي. لك شو هالحب؟ لا ابني ولا انا منعناه، ولا نعمة خانم ولا وفاة كرم كمان، ما حدا منعهم يتزوجوا. لك هلا ما في شي بيفرقن امي. تمام يصطفلوا، انت اهتمي بابنك، خلص لا تتضايقي. صحيح هن يتزوجوا بس رح يتطلقوا. انت لازم تديري بالك على حالك وتنتبهي على ابنك منيح، ولو تزوجوا لا تفكري حالك خسرتي أبداً. عم تفهمي علي منيح بنتي. أمي لو سمحتي أنا مليت من هالموضوع. أنا بحاجة ضل لحالي شوي. السلام عليكم. يا أخي الوقت ما بيمضى بالقعدة لحالك. تعال خلينا نتسلى مع بعض. ليك القاووش مليان برجال والأمور مكركبة كتير ووسخة. لازم نشتغل شوي، بس أنا بحب الشغل يكون نظيف. عم تفهم؟ طبعاً عم بفهم، أنت لا تخاف. حلو. عمران بيك، هدول سجلات مكالماته. طيب والصحفي ما في اخبار عنه؟ قال هلا كثير مشغول ومسافر برا البلد. عرفوا لي وين ساكن واسالوا لي اذا عن جد كلامه مزبوط. امرك يا بيك. عم اتهرب من عمران بيك، بس مبين عليه ما راح يتركني بحالي، والا ما تصدف ويشوفني بعدين. لك معقول حاطك براسه مع كل هالمشاكل اللي صارت؟ ايه انا قلت لك، بس انت وقتها ما رديت علي ابدا. خليك عم تهرب منه. لك مانك شايفني؟ راح اطق روحي من هالوضع. انا ما بدي زعل حضرتك ابدا، بس بحكم مهنتي ما فيني كذب عليك، ويمكن اضطر احكي انه انت يلي سربت لي الخبر. قديش بتسكت؟ احكي بسرعه. شوفي ليش متضايق؟ بالي عند رفيف، تركتها لحالها بالبيت واجيت، وحالتها مالها تمام. سألتها منيحة، قالت ايه بس مالها منيحة. تعذبت كتير مسكينة، انظلمت، ومريم كمان مسكينة. روح هلا، لا تتركها لحالها، أنا بشوف هدول، وإذا لقيت شي بتصل فيك. يلا. منيح اللي بعرفك. يلا روح، يلا هات. عمران، خطر ببالي شغلة. لك أنت جنيت شي؟ لك أنا من وين بدي أجيب 800,000 بيوم واحد؟ نزل المبلغ شوي. حضرتك أدرى يعقوب بيك، معك مهلة لبكرة، وإلا أنا رح أحكي كل شي لعمران بيك. طالما انت اجيتي وسكنتي بهذا البيت ممنوع تطلعي من هي الغرفه، عم تفهمي؟ بنتي ما بدها تشوفك ولا حتى تلمحك. لا تحرقي قلبها اكثر وتوجعيها، والا حسابك عندي رح يكون عسير كثير. حكيت مع يعقوب، قال طلع هو وعمي زياد بعشا شغل، ما رح يجوا على العشاء. أسيل فيك تقيمي صحونهم. شكرا. ورفيف خانم رح تنزل على العشاء؟ يي لك أنا شلون نسيت هالمخلوقة؟ هديك المنحوسة مو محسوبة معنا أسيل. بتكون نايمة هلأ، اتركوها. لا ما بظن نامت، كل نهار ما نزلت ولا أكلت شي وهي حامل هلأ، أنا بطالع الأكل على غرفتها. اسمعوني، اللي بتهتم بهديك المنحوسة وبتدللها رح قلعها من هالبيت، إن شاء الله هي وابنها بتموت. لا بتاخدوا لها شقفة خبزة ولا بتاخدوا لها شفة مي، عم تفهموا؟ هي ما رح تقعد على هالسفرة، قيمي هالصحن ما بدي أشوفه أبداً. يلا صحتين وعوافي.